نحن متواجدين اليوم في ملتقى التواصل والشراكة من مصرف الإمارات للتنمية. طبعا الهدف من هذا الملتقى ان نحن كيف نخلق جو من التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في إمارة الشارقة. مصرف الإمارات للتنمية له دور محوري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل الإمارات، بس خاصة اليوم في إمارة الشارقة. عندنا 5 قطاعات أولوية نركز عليها: القطاع الصناعي، القطاع الطبي، القطاع اللي له علاقة بالأمن الغذائي، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وقطاع الاستدامة. فدورنا نحن كمصرف أن نحن عندنا استراتيجية واضحة أن نضخ 30 مليار في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وحالياً نحن عندنا مشاريع له علاقة للقطاع الزراعي، واليوم كان عندنا مذكرة تفاهم مع الشراء أن كيف نحن ممكن ندعم رواد الأعمال اللي حابين يأسسوا مصنع، ولأن هذا قطاع حيوي ولنا دور كمان مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لهم دور كمان في هذا الشراكة مع الدائرة الاقتصادية وغرفة التجارة وصناعة الشارقة.